نذهب الى الشوط الاول الخاص بزمول العمانيات. قناه الكاس، قناه دبي ريسنج وقناه ياس الفضائيه ضمن فعاليات ومهرجان ختامي الشحانيه على سيف سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضوره في هذا المساء وحضور الضيوف. مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع في دوحة حمد، مرحبا في ميدان الشحانية في هذا المساء في يوم الختامي، ختامي مهرجان الشحانية. اليوم يوم السيوف، يوم الخناجر، يوم التحدي للمؤسسات على أرضية ميدان الشحانية. ينطلق شوط الزمول العمانيات، جائزة هذا الشوط هناك خنجر ذهبية تنتظر أحد الفائزين بهذا الشوط مباشرة. نسير وياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم على المقدمة والمنافسة طولة مسافة 8 كيلومتر. الحساس على المقدمة لهجن الشحانية بقيادة المضمر فاران بن محمد بن حمد بن قريع المرين، انتقل الى المركز الثاني. المركز الثاني نسناس لهجن الشحانية بقيادة المضمر جار الله بن محمد بن عقيل المري مضمر الدوحة الذي حظت بشلفة الذهبية في سن اللقاية في هذا المهرجان. امس الخير يا البرنس. ننتقل الى المركز الرابع. المركز الرابع نشوف اللي على المركز الرابع الوعب لهجن الشحانية. المركز الثالث الوعب لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري الذي انتزع شلفة الإذاعة أيضا بهذا الشعار، شعار هجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. ننتقل إلى المركز الرابع إلى المركز الثالث في هذه اللحظات، علال لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري مضمر تمويل الذي سجلت حدث على أرضية هذا الميدان 37 ثانية بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ننتقل إلى المركز الخامس، ملهم على المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل شوط الخنجر شوط العمانيات. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى العساس. العساس لا زال يتعسس على مقدمة هذا الشوط لهجن الشحانية بقيادة المضمر الصامل فاران بن محمد بن قريع المرين. انتقل إلى علال على المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الوعب هنا على المركز الثالث لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. ننتقل إلى المركز الرابع. المركز الرابع نسناس لهجن الشحانية بقيادة المضمر البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري. ننتقل إلى المركز الخامس، ملهم على المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى عساس. عساس لا زال مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط بهذا الشعار، الشعار العنابي، الشعار الأدعم على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر الصامل فاران بن محمد بن قريع المري. المركز الثاني الشعار الحمر لون الخطر على المركز الثاني، شعار هجن الرياسة على المركز الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المضمر المجازف الذي يسبب الجنون في مشاركته في الأشواط محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. نجي على المركز الثالث
الوعب لهجن الشحانية بغيادة المضمر الذهبي يا ما سجل حروف من ذهب مع هذا الشعار، الشعار الأدعم شعار هجن الشحانية بغيادة هذا المضمر سالم بن جابر بن وران المري يا ما ياب سيوف وخناجر وشدة من الدولة وخارج الدولة من دول مجلس التعاون ميادين مجلس التعاون أيضا ياتي بالناموس الذهبي بو جابر متواجد مع الوعب على المركز الثالث المركز الرابع نشوف زعزاع لكن خلنا هنا زعزاع لهجن الشحانية بغيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري المركز الرابع المركز الرابع أصيل أصيل وهو أصيل لهجن الشحانية بغيادة المضمر الحوت يوسلوم يا الحوت يبا يبتلع الجميع محمد بن خالد العطية ننتقل إلى المركز الخامس ملهم على المركز الخامس في هذه اللحظات لهجن الرئاسة بغيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هذه النتيجة هذه النتيجة ولا زالت الأمور لكن أرى التغيير طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات التغيير لهجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري علال علال ينتقل إلى المقدمة لكن عساس هنا بعد على المركز الثاني عساس لهجن الشحانية بقيادة المضمر فاران بن محمد بن قريع المري المركز الثالث زعزاع لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري المركز الرابع أصيل لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية وفي المركز الخامس نشوف اللي على المركز الخامس ناهي لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية هذه النتيجة يا هو صراع في هذا المهرجان صراع قوي لانتزاع الذهب لانتزاع الرموز والعيون على السيف يا خار هذا المساء ذروة السنام كل يحاسب من الأخوان المضمرين المؤسسات كل يبي ينتزع السيف ويصافح اليد الكريمة في هذا المساء على العموم خلونا مع الشوط خلونا مع علال 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 على المقدمة علال لهجن الرئاسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المركز الثاني نشوف العساس يتعسس من مركز إلى مركز يا السلام يا العساس كنا في الوجنة عرق عنا أو عن عابط عاتق من سنينه تكبر انت في تخيلنا والكبر لله علينا يا السلام عساس على المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن الشحانية بقيادة المضمر الصامل فاران بن محمد بن قريع المري ننتقل إلى المركز الثالث زعزاع لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري المركز الرابع أصيل لهجن الشحانية بقيادة المضمر المشاق محمد بن خالد العطية وفي المركز الخامس ناهي على المركز الخامس لهجن الشحانية بقيادة المضمر المشاقب محمد بن خالد العطية نرجع إلى المقدمة نرجع إلى الحمر لون الخطر مر وعبر إلى وين إبا خط النهاية إبا الخنجر الذهبية بقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بدأ يطير بدأ يحلق على أجواء ميدان الشحانية ها هو علال على المقدمة علال لهجن الرئاسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري العساس على المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة المضمر الصامل يا سلام وصل زعزاع بدأ يزعزع الأرض تحت أقدامه في هذا المساء زعزاع لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري يا سلام بطل
طاحلة المضمرين يتلاقون في هذا الشوط، شوط الخنجر، شوط الزمول العمانيات، المجازف والذهبي، المجازف والذهبي، المجازف على المقدمة، المركز الثاني الذهبي، غادم مع زعزاع، علال زعزاع، علال زعزاع، علال على المقدمة، لا زال مسيطر على المقدمة حتى هذه اللحظات لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تجاوزنا لوحة الكيلو المتر الأخير، كيلو الامتحان، كيلو السبوك، كيلو الأوامر، كيلو التحدي. يا سلام، علال زعزاع، علال زعزاع، وشوف الغادم أيضا هناك غدومة أيضا من هجن الشحانية على المركز الثالث، هم جو غادم. لكن هنا المعركة، المعركة بين علال بين زعزاع، ميوخ وصل، المجوخ وصل على المركز الثالث لهجن الشحانية، كفة مالية بالترشيحات بقيادة المضمر، المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. يا سلام، علال زعزاع المكوخ، يا سلام زعزاع 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 يغير، المجوخ قادم، المجوخ قادم، والثنائية شحانية يا سلام مع الذهبي سالم بن فوران المري المجوخ المجوخ. والبارحة تكلموا عنا في الاستوديو، قالوا مرشح وخطير، واليوم بانت خطورته. ها هو المجوخ على مقدمة هذا الشوط، ينتزع الخنجر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار في هذا المساء. ها هي هجن الشحانية، هذا هو، هذا هو لدعم، ينتزع الخنجر في هذه اللحظات. سلام يا هجن الشحانية، سلام، سلام يا الذهبي سالم بن فوران المري. تهانينا لجماهير هجن الشحانية على فوز الميوخ بالمركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. المركز الثاني لهجن الشحانية، المركز الثالث لهجن الشحانية، المركز الرابع لهجن الشحانية، المركز الخامس لهجن الشحانية، خمس مراكز لهجن الشحانية. يا سلام بقيادة الذهبي سالم بن فوران المري مع مجوخ الذي جوخ على المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، قاطع مسافة 8 كيلو متر في زمن وغدرة 12 دقيقة 10 ثواني 14 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر الذهبي سالم بن فوران المري والذي وصل في المركز الثاني. أصيل وصل على المركز الثاني، قاطع مسافة 8 كيلو متر في زمن وغدرة 12 دقيقة 12 ثانية 81 جزء من الثانية. تهانينا أيضا على حصول أصيل على المركز الثاني بقيادة مضمر محمد بن خالد العطية والذي وصل في المركز الثالث. المركز الثالث علم، علم 12 دقيقة 13 ثانية 17 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا المضمر علم، البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري.